تفضل عرف نفسك. محمد وسام الدين، مهندس استشاري وعضو مؤسس لجمعية الفكر الوسطي لبحوث الدراسات، مهتم بالشأن الإسلامي، وعندي كتابات، مقالات، أوديو فيديو. بشكل عام يعني عندي اهتمام بالشأن العام من جانب الاجتماعي ومن جانب الدعوي، أكتر كتير جانب النشاط الديني، وجزء منه نشاط سياسي نهتم به. طب ترى من وجهة نظر حضرتك ما هي أولويات المرحلة القادمة في خلال الشهور القادمة؟ يعني بفضل الله تبارك وتعالى أهم ما يشغلنا في المرحلة القادمة وبشكل مهم جدا مسألة أن تجتمع فصائل الوطن كله على حاجتين: الحفاظ على الحفاظ على الثورة دي نفسها، وكذلك على الحفاظ على المعطيات التي تيجي من وراها، أن الدولة كوطن يرجع يقوم تاني من جديد كدولة قوية، في لها دور إقليمي قوي، لها دور فاعل في المنطقة، تقدر تقود المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية بالكامل كما هو كان مقدر ليها وكما هي زمان. كان فترة سابقة كتير جدا بيتعامل على تهشيم هذه الدولة ومحاولة يعني تقزيمها ومحاولة تهميش دورها في الحياة، بالتالي النتيجة اللي عندنا إن أصبحت عندنا دولة ضعيفة. إزاي نرجع دولة قوية تاني؟ محتاجين نوع من التوافق بين كل فصائل المجتمع، بين كل التيارات، حتى التيارات اللي تبدو أنها متخلفة الآن مش من مصلحتها أنها الآن أنها تختلف مع بعضها البعض، بل عليها أن تتوافق. يبقى في عندنا مجتمع توافقي، سواء كان في المجلس النيابي، سواء كان في الرئاسة، سواء في كان في بين الفصائل المختلفة، بين الأطياف المختلفة، حتى بين الأعراق المختلفة. إحنا محتاجين الآن نتعاون نتوافق. كيفية يعني؟ كيفية، أولا أنا أقول أن كل أهل تخصص على كل واحد يبتدي ما يعنصرش نفسه. بتوع السياسة ما يقولوش أن أهم حاجة السياسة، بتوع الدعوة والدين ما يقولوش أهم حاجة الدين، ولا بتوع الاجتماع وهكذا، بل كل واحد بيأدي دور، والدور ده بيكمل القضية كلها مع بعضين. يعني محتاجين لكل الأدوار دي. اتنين، ان على كل واحد يبتدي يشرح مفاهيمه بطريقة بسيطة للمجتمع، مش للنخبة بس. كل أهل الدين عليهم ان هم يقوموا بدور جيد في تفهيم الناس الدين الوسط السليم. كذلك على السياسيين، هم يبتدي يبسطوا المفاهيم السياسية للناس ويشرحوها، وهكذا في كل مجال كل واحد يشرح، يبتدي الناس تحسن اختيار الأوفق لهم دلوقتي. أما أن كل واحد يبتدي يعتبر نفسه هو صاحب الحق الواحد أو صاحب الحق الصحيح والباقي مش فاهمين، النتيجة أن التنازع هيهبط النجاح ده إلى فشل ذريع. لازم كل واحد يقوم بالدور ده، وبعدين يتم تثقيف الشعب في كل الاتجاهات، يتم المشروعات نهضوية لكل واحد في اتجاه معالجة الفقر والبطالة، معالجة الجهل بشكل عام، الجهل السياسي والجهل الديني والجهل في شؤون الحال المختلفة. دي محتاجة بقى ان احنا نبتدي دولة مؤسسات مش دولة افراد. ما يشغل الناس قوة الرئيس اللي جاي، ما يشغل المؤسسات انها تقوم بشكل تسمح للدولة انها تقوم بدون اعتماد على الافراد بشكل مباشر، بالعكس مؤسسات مش افراد. حضرتك ترى النزول الجمعة القادمة 6/9 ام لا ترى نزول؟ رأيي النزول مهم، لازم نعرف ان قوة الثورة في الشارع، نزول الشارع. شايف في انا عندي احساس واعتقد انه مش بعيد انه السياسيين اللي ما عندهمش روح الوطنية الجيدة، الروح الوطنية العالية، بيحاولوا يعني يضغطوا لإعادة الثورة، يعني حاول استنساخ نظام سابق بأسماء جديدة، ودي حاجة خطيرة جدا. ان احنا نبتدي نلاقي نفسنا عندنا يعني مش هقول مبارك، مش هقول جمال مبارك، مش هقول لا، بل عندنا نظام كان قديم بأسماء جديدة. كل فلول النظام، كل اللي هم السياسيين اللي ما عندهمش ضمير وطني واضح بل عندهم ضمير شخصي واضح، هيحاولوا يستنسخوا الماضي بأسماء جديدة ويضحكوا علينا زي ما حصل في ثورات قبل كده وحصل في ناس كتير. فاحنا اللي خسرانين، الثورة كأنها قامت لكن سرقها اللصوص. بالتالي الشارع مهم، يجب ألا نفقد الشارع. الشارع أساسي في أن احنا نهدد كل إنسان لو يسرق الثورة. بعض الناس عايزين يشيطنوا الشارع وأن الثورة ضد، العكس، الحماية الأكيدة للثورة دي في النزول للشارع والإعلان عن حقوقنا، لأنه كل الكبار
كل اللي ماسكين الحكومة رأيهم الشخصي انهم يرجعوا للي فات، اللي فات حلو، ما احنا كنا عايشين كويس، اخد على دماغي واسكت. لا مش صحيح، نريد نرجع تاني، وعايزين نبين لكل اللي جاي ان اللي جاي مش مغنم، ده مغرم. مجلس الشعب لازم نشوف موضوع الحصانة بتاعته دي تبقى تحت البرلمان فقط، مش في كل حتة. كل واحد لما يجد انه هيدفع مش هياخد، مش هيطلع الا شرفاء المحترمين، اما اللي داخل عشان يخطف وياخد هو ده اللي هيتحاسب. شكرا لكم محمد على هذا الوقت الثمين، ولك جزيل الشكر. حياكم ان شاء الله. شكرا.